اليوم نستذكر الحادثة الفجيعة اللي أصابت أهالي الموصل أثناء سيطرة داعش على مدينتنا، عندما أعلن بقتلها 2017 إنسان بريء بتهم شتى. واليوم نحن مجموعة شباب من أهالي الموصل نقف أمام العالم لكي نوضح للعالم بأجملها بأن الموصل بريئة من داعش، بريئة من تصرفات داعش. والدليل على ذلك بيوم واحد أعلن قائمة ب 2017 شهيد تم إعدامهم بدم بارد. وبهذه المناسبة نطالب بمحاسبة كل من تسبب بسقوط هذه المدينة. نستذكر هذا اليوم أن قتلوا شهدانا به واحتفال شهدانا اليوم هذا، وخلصنا من داعش الإرهابي والحمد لله مدينتنا بخير وأمان، ونطالب بخو يعني بدم شهدانا وملكاتهم، ويعني ان شاء الله يصرفوا لهم رواتب الشهدانا الابطال، ان كالشرطه والحشد والناس الابرياء راحت حد تدمير داعش الارهابي. وان شاء الله اليوم احنا اخوان شيعة وسنة وكراد ومسيح وشبك، والحمد لله اليوم احنا محتفلين بالمنصة، وان شاء الله اليوم ان شاء الله احنا ناس هنا ابرياء راحت بسبب داعش الارهابي، والحمد لله مدينة الموصل في أمان. نستنكر اليوم لشهدائنا الأبرار الذي ضحوا بدمائهم من أجل مدينة الموصل، مدينة الحدباء، ونطالب من الحكومة العراقية بحقوق شهدائنا وقتلانا الذي قتلهم داعش الإرهابي ظلما وبهتانا. وإحنا اليوم نقف في منصة لإحياء ذكرى شهدائنا الذين ضحوا بدمائهم، ونشكر القوات الأمنية العراقية لتوفير الأمن والأمان والاستقرار بمحافظات العراق عامة، وخاصة في محافظة نينوى، محافظتنا هاي المحافظة الجميلة العريقة بأهلها وبشبابها الذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم من أجل محافظتهم ومن أجل العراق عامة.